عندنا موضوعات كتير جدا، اهمها طبعا على راس القائمه بدون منافس وبدون منازع منتخب مصر. مفيش صوت يعلو على صوت مواجهه النهارده مصر وانجولا، بس مش هنتكلم عن الماتش ده الحقيقه، بس هحاول يعني مع ضيوفي طبعا المحترمين هنوري حضراتكم كده خريطه الكره الافريقيه. مشوار مصر في التصفيات بتاعت كاس العالم لا يقتصر بس على مرحله المجموعات، لكن طبعا في المواجهه الاصعب ان شاء الله باذن الله بعد ما ربنا يكرمنا ونتصدر مجموعتنا. خريطه الكره في افريقيا اتغيرت، القوى العظمى اللي احنا عارفينها وسامعين عنها او بنشوفها ونتابعها طول عمرنا جد عليها جديد ولا ما زالت محتفظه بمكانتها؟ فرص اكبر او اقوى خمس منتخبات في التاهل لكاس العالم، كل مشوار التصفيات هنتكلم عليه بالتفصيل، وبالتاكيد الكره العالميه حاضره معانا بما انه امتع واقوى واحلى كوره في العالم بتتقدم في الشامبيونز ليج. احنا خلاص على مسافه اسبوعين من بدايه انطلاقتها، هيكون معانا طبعا القرعه، المواجهات، جدول الماتشات، هنتكلم كمان على الميركاتو الجديد، وبالتاكيد طبعا حاضر معانا اهم الصفقات او اخر الصفقات اللي مثلت يمكن مفاجات لعشاق الكره الاوروبيه. بيشرفنا طبعا دكتور وليد الحديدي الناقد بمجله الاهرام الرياضي، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. مساء الخير دكتور وليد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. وبيشرفنا كمان الصاعد الواعد طبعا محلل الكره العالميه مينا ماجد، ضيف علينا برضو في السادسه. اهلا بيك يا مينا. حبيبي يا كابتن احمد، ايه الاخبار؟ منور الدنيا. كله كويس الحمد لله. طيب هبتدي الاول بالمواجهه بتاعت النهارده، وانا بقول ان النهارده يوم من الايام الحلوه دايما، يعني اليوم اللي بيبقى فيه منتخب مصر موجود بتحس انه حاله الصداع والضجه والضوضاء العنيفه بتتراجع، الخلافات او الاختلافات بتدوب، وكله بيتوحد ورا منتخب مصر. صحيح مباراه في ظروف صعبه، لكن بالتاكيد انطلاقه مطلوب انها تكون قويه ومهمه. بتشوف المواجهه النهارده مع منتخب انجولا ازاي دكتور وليد؟ هو طبعا زي ما انت اتكلمت، هو في الاخر احنا بنلف اللف وندور ونتنافس محليا، اهلي زمالك كل الانديه، علشان وزائد كمان المحترفين اللي بيتالقوا بره، كل ده بيدوب في بوتقه واحده اسمها منتخب مصر. هو الهدف الاعلى والهدف الاسمى والهدف الاول مؤكد من منظومه كره القدم المصريه. تمام. المفترض زي ما انت بتقول، وهو هي دي النظره يعني الايجابيه، ان فعلا كل حاجه تدوب وكل الخلافات وكله ينسى الانتماءات وكله يتكلم عن المصلحة العليا. لكن الحقيقة أنا كنت أتمنى، مش كل الميديا بتعمل ده للأسف وبتهتم بالمنتخب بالشكل الأمثل، حتى اتحاد الكرة نفسه يعني تحس كده أن منتخب مصر يعني بيكون يتيم في معظم الفترات، بس خلينا احنا اللي ليه هو اللي لينا، فاحنا مهتمين بيه ومتابعينه. منتخب مصر النهارده اهم خطوه من خطوات التاهل لكاس العالم هي ضربه البدايه، لان احنا بيبقى عندنا مشاكل دايما في ضربه البدايه. تتذكر طبعا التصفيات الشهيره بتاعت 2010 لما بدانا التصفيات بتعادل على ارضنا، على ما اتذكر كانت قدام منتخب زامبيا، وكان تعادل يعني محبط جدا وغريب جدا، وهو ده اللي عمل الازمه. احنا عندنا في كل تصفيات كاس عالم حاجه كده من حيث لا ندري ولا نحتسب، احنا مكتشفين المواهب الجديده. اه يعني لازم، وعلى فكره مش يعني في اغلب الاوقات الفرق اللي بتطلع تعطلنا دي ما بتوصلش كاس عالم، بس هي جايه لنا مخصوص. يعني ليبيريا عملتها قبل كده، زامبيا عملتها قبل كده، بنشوفهمش تاني. ما بنشوفهمش تاني صحيح. يعني احنا كمان واحنا بنصعد قوة عظمى او بنستكشف قوة عظمى، يعني احنا 2002 السنغال كانت بعيد خالص حتى على مستوى المنافسه القاريه، كلنا من حظنا فجاه كده اكتشفوا ان ليهم شويه محترفين في كل حته، جابوا لنا بقى لف ولفه. طب فرقه ايه؟ وجابوا لنا بقى حاج ديوف وخليل وفاديجه وهنري كامارا واليو سيسي، وكانوا عاملين جيل ذهبي للسنغال. جيل ذهبي احنا استكشفناه الحمد لله. 2006 احنا اللي قدمناه، احنا اللي قدمناه للعالم. مكتشف المواهب يوسف شاهين الكوره يعني. وراح كسر الدنيا قدام فرنسا في طبعا الافتتاح. طبعا لا منتخب جبار يعني، صعب تتكرر المجموعه دي طبعا بقياده بروني ميتسو ربنا يرحمه. في 2006 كان منتخب كوت ديفوار بعيد ايضا حتى على المنافسه القاريه، كان بعيد. فجاه اكتشفنا ان في حاجه اسمها دروجبا وبقى والشله بتاعته المجموعه بتاعته يا توري بقى لا لا ده بقى كان موضوع كمان كبير يعني. كوره صح طبعا ديزي كوره صعدوا برضو على حسابنا كاس العالم في 2006، وقررت في 2010 ايضا منتخب الجزائر كان بعيد تماما عن كل المنافسات والقاريه، فجاه برضو لفوا في اوروبا كده، جابوا شويه لعيبه عملوا بيهم جيل صعد علينا في 2010. فيعني احنا المهم بالنسبه لنا دايما ضربه البدايه نكون مركزين فيها. الحمد لله احنا ممكن هنتكلم في شويه تفاصيل، لكن الحمد لله ان احنا عندنا مجموعه الى حد ما سهل او مش سهل، قادرين ان احنا نتخطاها قبل بقى المواجهه. مفيش فريق تخاف منه؟ اي فريق افريقي بتلعبه
تخاف. احنا لسه بنتكلم اهو، الفريق بيبقى قبل ما يدخل التصفيات قدامك بيبقى بتشكيل وسكواد، يجي يلعبك بتشكيل وسكواد مختلف تماما. اصل كل دوله افريقيه دلوقتي عندها عشرات ومئات المحترفين في اوروبا وبيظهروا يوم بعد يوم، انت بتلاقي تشكيله فريق في بطوله مختلف تماما عن تشكيله نفس المنتخب في البطوله التاليه. فبالتالي احنا محتاجين نركز، لكن وفقا للمعطيات على الارض لو هنتكلم بشكل عام احنا مرشح بفارق كبير عن اقرب منافسين او عن الثلاث منتخبات التانيين ان احنا نتصدر ونتاهل. طيب قبل ما اتكلم على منتخب انجولا، انه عارف منتخب مجهول بالنسبه لك، وانجولا مش من الدول اللي تقدر تقول عليها ان هي من الفرق القويه او كده، بس خليني اقول لجمهور نادي الاهلي انه في اللحظه اللي احنا مع حضراتكم فيها على الهواء، طبعا نجومنا ابطال اليد ابطال النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي بيلعبوا مع انتر كلوب الانجولي في نص نهائي بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، والنتيجه دلوقتي 19-17 لصالح النادي الاهلي. البطوله طبعا بتقام في المغرب، وهنتابع مع حضراتكم التفاصيل والتطورات، وان شاء الله نجومنا قادرين مش بس يوصلوا النهائي، ان شاء الله المستوى والمردود اللي قدمته فرقه الاهلي ان شاء الله قادره على انها تحقق البطوله. مين اتكلمنا شويه بقى على فرقه انجولا، فرقه تخاف منها، فرقه فيها عناصر مميزه ممكن النهارده تكون في بدايه المشوار بتشكل خطوره على منتخب مصر على ملعبه. في الاول حابب اقول ان طول الوقت انجولا مش من الفرق الصافه في افريقيا، ولكن زي ما كان دكتور وليد لسه بيتكلم، عامه اي فريق افريقي بتقلق منه لانه احيانا بيكون عشوائي، والعشوائيه اللي بتبقى عندهم صعب انت تواجهها بالتنظيم الدفاعي بتاعك. المنتخب الانجولي فقد الكثير من قوته، ما بقاش ده المنتخب اللي شفناه قبل كده مع فلافيو وجيلبرتو والناس اللي كنا نعرفها. خلينا نتكلم عن تقريبا 5 أو 6 عناصر ممكن يكونوا هم الاهم في هذا المنتخب. اول حاجه هم بيلعبوا طريقه ال 4-2-2-2، ساعات الدبل 6 زي ما بيسموها، وده فيها شويه برضو اعتماد على لعيبه نص الملعب الاثنين بتوع نص الملعب والاطراف. خط الدفاع عندهم ما عندهمش حد مميز قوي، يمكن الوحيد والاشهر هو كابتن الفريق باستوس دلوقتي بيلعب في الدوري الروسي، واللي كان بيتفرج على الكالتشيو وعارفه كان بيلعب في نادي لاتسيو لفترات طويله، يعني يعتبر هو الافضل في خط الدفاع. محاور نص الملعب الاولاني هو اسمه فريدي، ده هو الهجومي شويه في نص الملعب، بيلعب في انطاليا سبور في تركيا، والدفاعي شويه اسمه شو، هو بيلعب في لودوغوريتس لاتسجراد، ده نادي في صربيا في بلغاريا، انا اسف في صربيا. اهم بقى عنصرين بالنسبه لي في هذا المنتخب هم الوينجين دول، تم استدعائهم في الفتره الاخيره، هيلدر كوستا وايفان كافاليريو. هيلدر كوستا تعودنا نتفرج عليه في البريمير ليج مع ليدز، واتنقل امبارح في الميركاتو في اخر يوم راح لنادي فالنسيا الاسباني. اوكي. الناحيه الثانيه ايفان كافاليريو هو نص برتغالي بطبع الانجوليين ونص انجولي، لكن تم تجنيسه او رجع يلعب مع منتخب انجولا ثاني. طبعا اللي عارفينه برده كان بيلعب في وولفرهامبتون وراح ليدز فتره، ودلوقتي بيلعب في فولهام في الشامبيون شيب. دول عندهم جناحين على عندهم مستوى قوي، يعني عندهم ميزه كبيره، هم اثنين فعلا سرعتهم عاليه جدا. أيوه. ووينجات مهاريه، وده كان حتى بيخلي دايما مارسيلو بيلسا في ليدز بيعتمد عليهم، واللي عارف اللوكا او مارسيلو بيلسا دايما بيحب الوينجات السريعه جدا بتجيد الضغط ويكونوا حريفه في نفس الوقت. فدول هم اهم اسامي، ويمكن الاسترايكر بتاعهم نزولو بيلعب في سبيتزيا في ايطاليا. لكن يعني فريق برضو في مؤخره الجدول مش من المهاجمين اللي تخاف منهم. أيوه. فبشكل عام منتخب اقل من المتوسط، ما تاهلش حتى لامم افريقيا الجايه، ظهر بشكل متوازن شويه في بطوله امم افريقيا اللي فاتت. بس تكلمني على خط هجوم بصرف سريع. النظر عن الـ 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 يعني مستوى الانديه، فالنسيا من الانديه كويسه جدا في اسبانيا، وولفرهامبتون دوري انجليزي اكيد مستواه، وخد بالك ان المحترفين دول بيبقوا جايين يعني مع منتخبهم، هم احساسهم جوه السكواد بتاعتهم ان هم جايين نجوم وجايين يقودوا منتخبهم، فبالتاكيد هم مصدر خطوره. ولكن مع كل اللي قلته ده، رغم ان هم اجنحه كويسه وسريعه، ولكن انا شخصيا بصنفهم في كلاس بي او سي كمان في اوروبا، فهم مش السوبر كلاس، ولكن ممكن يعملوا اللي الباكين عندنا مشاكل يعني. السرعه بتاعتهم. الماتش النهارده وقبل الماتش ظروف التحضير او الاستعداد كانت صعبه قوي يا دكتور وليد. يعني لعيبه مخلصها سيزون طويل، دخلت ثاني يوم معسكر، حاله اجهاد، حاله ارهاق، غياب محترفين، وقصه المحترفين دي بقت الحقيقه سيناريو متكرر وبايخ قوي، حصل معانا في الاولمبياد قبل كده، بيحصل معانا في مشوار مهم جدا زي تصفيات كاس العالم. بتشوف ده ازاي، وهل ممكن الحاجات دي تبقى مأثره من وجهه نظرك، ولا الموجودين او الاسماء اللي موجوده في المنتخب قادره تحسم المواجهه بسهوله؟ يعني مبدئيا ده منتخب مصر، ومنتخب مصر اكيد فيه عناصر كتير قادره ان هي تمثل المنتخب وتحمل القميص، وعندنا مواهب وعندنا لعيبه على مستوى كبير جدا سواء في انديه محليه او بعض المحترفين اللي متواجدين حاليا مع المنتخب. لكن بكل تاكيد لما انت يكون عندك مباراه في تصفيات كاس العالم بتلعب من غير محمد صلاح، اهم لاعب
عندك واحد من اهم لاعبي العالم تلعب من غير محمد النني، واحد من محاور خط الوسط المهمين بالنسبه لك، كمان بتفقد مصطفى محمد اللي المفروض يكون داعم هجومي كبير يعني لاسباب غريبه جدا. ايه قصه مصطفى بالتفصيل؟ ما هو الموضوع عدم تنظيم وما تفهمش فيه ليه ما فيش مين يتحمل مسؤوليته، يعني المشكله عند مين تحديدا؟ اذا تم هذا التحرك من جانب مصطفى محمد انه يسافر من تركيا لبوردو علشان يعمل كشف طبي في وقت وعنده معسكر منتخب، اذا تم ده بالتنسيق مع كابتن حسام البدري ويكون نتيجته ان احنا النهارده بنلعب من غير مصطفى محمد ومعانا مهاجم بس كلاس ايه اللي هو محمد شريف، فده يتحمل مسؤوليته حسام الكابتن حسام البدري المدير الفني. اذا تم ده بدون التنسيق وخد مصطفى محمد قراره كده مع نفسه يعني انه فلازم مصطفى محمد يتم التحقيق معاه ونتكلم معاه، لان انت دلوقتي بتحرم منتخبك منك، وايه اللي يخليك تستنى لحد اخر لحظه؟ او كنت ممكن تظبط المواعيد، وممكن جدا الكشف الطبي يعملوه ليك في مصر زي ما بيحصل كتير جدا، كان ممكن تعمل الكشف الطبي في تركيا وده بيحصل كتير جدا في العالم، مش لازم تروح تعمل الكشف الطبي في دوله ثانيه تخليك تتاخر وما تنضمش لمنتخب بلادك. فلازم الموضوع ده لا يمر مرور الكرام ويتفتح فيه تحقيق ونعرف مين المسؤول ان احنا بنلعب النهارده من غير مصطفى محمد وفي الاساس احنا بنلعب من غير محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه المصاب، فالموضوع يعني زود عليهم اكرم توفيق واكرم كمان اتصاب الظهير الايمن المفترض كان هيبقى اساسي، وكمان البديل بتاعه كان عمر جابر، برضه عمر جابر عنده مشكله فتستدعي احمد توفيق البعيد اساسا عن منتخب مصر من زمان. فكل دي قصص، زائد طبعا انت اتكلمت عن ضغط المباريات والموسم الطويل المتلاحم، كل دي مقدمات. كابتن حسام البدري درب المجموعه كامله تدريبه واحده بس، تخيل انت داخل تلعب مباراتين في مستوى مباراتي تصفيه كاس عام قدام انجولا هنا والجابون بره بينهم ثلاث ايام، وتمرن منتخبك تمرينه واحده بس وهتلعب المباراه وبعدين تاخد يوم استشفاء وترجع تتدرب تدريبه واحده علشان تلعب المباراه اللي بعدها. فطبعا كل دي ظروف ومعطيات يمكن يكون الى حد ما كابتن حسام البدري يعني اجبر عليها او مظلوم فيها، لكن كلنا امال، ما فيش قدامنا غير اننا نتفائل. مينا طبعا يعني شرح واوفى عن منتخب انجولا، ومع كل اللي قاله هو كمان قال ملاحظته ان احنا مع كل ده احنا لسه الافضل في كل الخطوط، احنا الافضل، يتبقى بس كابتن حسام البدري يختار التشكيل الامثل اللي يدخل به هذا اللقاء، لانه عنده في كل الخطوط او معظم الخطوط الاساسي والبديل البدائل متاحه، يستخدم كمان البدائل في خلال عنده فرصه انه يستخدم البدائل خلال المباراه، يلعب بالتكتيك، يكون ذاكر منتخب انجولا كويس لان ده مهم جدا في الاخر، من الحاجات اللي يعني بتعمل مشاكل للمدربين وفرقهم انه بيكون مركز بس على فرقته ونقاط قوته وينسى تماما ان في منافس عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. الجابون، ليبيا، انجولا، هل في فريق من دول ممكن يكون مفاجاه؟ هل فريق من دول ممكن يكون عنده حظوظ او يملك القدره على ينافس مصر على صداره المجموعه؟ ده سؤالي للزوفي في السادسه بس بعد فاصل سريع. عشان كنت ببتدي مع حضراتكم بقول انه بدايه الانطلاقه بتاعت المشوار النهارده مهمه، كنت بتكلم على انه المكسب مهم، دفعه معنويه يريحك يطمنك للي جاي، السكور مهم جدا، لكن في حته كمان مهمه جدا في مباراه النهارده ان شاء الله باذن الله واثق انه لاعبتنا ان شاء الله تقدر توصلها لنا، هي شخصية المنتخب، شخصية المنتخب اللي غابت لفترة طويلة، واعتقد ان المستوى اللي ظهر بيه نجومنا في البطولات سواء كنت بتكلم الحقيقة على اهلي او زمالك او غيرهم من الاندية، شايف انه عندنا لاول مرة قماشة تصلح انها تقدم شخصية قوية للمنتخب مصر، وبالتأكيد اي فرقة عايز تروح كأس العالم لازم يبقى عندها شخصية، انت رايح تلعب مع اقوى واعلى مستويات في الدنيا، وارد جدا تواجه ايطاليا، وارد جدا تواجه فرنسا، وارد جدا تواجه البرازيل، اذا كان عندك الرغبه في تحقيق الحلم ده، وده حلم اكيد ما عنديش شك انه كل الناس بتحلم بيه، جمهور، لعيبه، جهاز فني، اتحاد كره، كل الناس بتحلم بيه، لازم تظهر الشخصيه دي من البدايات، والفرصه انه المجموعه تقدر تساعدك في ده. هرجع مره ثانيه لضيوفي اللي برحب بيهم. مينا، شايف انه في حد ممكن يكون بيهدد فرص مصر على صداره المجموعه من ثلاث منتخبات انجولا، ليبيا، الجابون؟ قطعا لا. المنتخب المصري افضل بمراحل في رايي عن كل المنتخبات الموجوده في المجموعه. يمكن المنتخب المصري عاده وطول عمره ما كانش قائم على فكره المحترفين عكس بقيه الفرق في افريقيا اللي بتهتم انها تعمل لنفسها مستوطنات او ان هم يقدروا يخلي عندهم اعداد كبيره جدا من المحترفين. ولكن على الناحيه الثانيه في رايي برضو انه انا متخوف جدا من فكره انه بس ما نتاهلش لكن لازم نكون بنكسب كل ماتشات، لان زي ما حضرتك عارف ان نظام التصفيات السنه دي زي تصفيات كاس عام 2014، انت بتخلص مجموعتك بتتاهل كاول مجموعه بتلعب ماتش نوك اوت. ايوه، فكل الخوف كله من النوك اوت ده، لانه بس برضه يعني نروح له يعني نوصل له بس نروح له. الفكره مش بس فكره نوصل له، لازم يكون اللعيبه فاهمه ده كويس، ان لما توصل هتتحط في انهي تصنيف، بوت 1 ولا 2؟ انت لو نزلت في التصنيف الثاني
فانت بنسبه 100% هتلاعب واحد من الجزائر. التصنيف ده قبل ما نوصل مثلا لهلعمي، التصنيف ده بيتحدد على نتائجك في المجموعات ولا بيتحدد على اساس الرانكينج العالمي اللي انت بيحدده الاتحاد الدولي؟ اكوردنج للرانك العالمي بتاعك طبعا، كل ما بتكسب في حسبه معينه ان المكسب بتاعك تايمز 3 والاهداف بتاعتك بتتحسب ليك. تصنيف المنتخب بشكل عام تعمل له، على سبيل المثال لو انجولا مثلا 126 بتعمل 200، لو عدد المنتخبات ماينس 126 بتاخد حسبه معينه عشان توصل بعدد النقط اللي بتكسبها كل ماتش. ولكن الهدف والكلام بتاعي ان انت ما ينفعش تضيع اي نقط بتعادل حتى، لان انت محتاج كل نقطه وتستنى تعثر الاخرين في المجموعات بتاعتهم عشان تقدر تتاهل في البوت الاولانيه بتاعت مصاف الخمسه الكبار. ده هيسهل لك بشكل كبير جدا تاهلك لكاس العالم، بدل ما تحط نفسك في ورطه بعدين ان انت تلعب واحد من الفرق الكبيره اللي ممكن فعلا تضايقك. بس اسمح لي انا هقول لك، انا متفق معاك طبعا من حيث المنطق والمبدا، بس انا بيتهيألي اي فرقه عايز توصل كاس عالم مفترض انها تكسب اي فرقه في افريقيا. يعني اذا كنت انت رايح تلعب في كاس العالم عشان تشارك وتنافس في كاس العالم، يبقى بالتاكيد لازم تبقى من ضمن الخمسه الكبار، وما يهمكش اذا كنت رايح تقابل فرنسا زي كنت بقول، انجلترا، ايطاليا، المانيا، وارد جدا تواجه حد من الفرقه دي، هي بالتاكيد لازم تكون قادر تكسب اي فرقه موجوده في قاره افريقيا. وانت في الاخر بتعمل كل حاجه ممكنه عشان تسهل على نفسك. لا احنا دلوقتي بره التوب 5 في افريقيا. يعني احنا لو تصنيف دوره الامم الافريقيه حطينا في الليفل الثاني بالظبط، واحنا حاليا افريقيا في خمس او ست منتخبات سابقنا. تمام، لو الخمس منتخبات دول اتاهلوا لمرحله النوك اوت وفضل التصنيف زي ما هو، فهنلاعب ليه؟ هتلاعب فرقه من الفرق الافضل الخمسه، وهتلعب الذهاب في ارضك وهتلعب الاياب بره ارضك، لانه بيدي افضليه للفرقه المتقدمه في التصنيف بطبيعه الحال. طيب، وبالتالي انت بتصعبها على نفسك. فانت لما بتتكلم مين اللي ممكن يكون موجود في الرانكينج الاول اللي مينا مثلا بيتكلم عنهم، واللي ممكن تكون منتخبات بتهددك، بتتكلم عن جزائر هتكون موجوده مؤكد في تصنيف اول بتاول، بتتكلم عن المغرب، بتتكلم عن سنغال، ممكن كوت ديفوار، نيجيريا، او واحده منهم تخرج وتدخل تونس. يعني انت بتتكلم في خمس منتخبات مؤكد انك هتواجه صعوبه. لما بتيجي بقى تتكلم مين الخمس منتخبات الثانيه اللي ممكن تلعبهم لو تاهلت نوك اوت، ممكن تلاقي جنوب افريقيا ممكن تتعامل معاها، ممكن تلاقي كونغو ديمقراطيه لو صعدت ممكن تتعامل معاها، ممكن تلاقي بوركينا فاسو ممكن تلاقي مثلا، ده انا بدي او ممكن الاقي الكاميرون وغانا برضه، والكاميرون وغانا ممكن تلاقيهم، بس مؤكد ان حاله الكاميرون بلاش غانا وغانا غانا مثلا انا ما اتذكر في 2014 كان هي من الخمسه الاقل في التصنيف، واحنا كنا من الخمسه المتصدرين ولعبت الذهاب على ارضها وللاسف كسبتنا نتيجه كبيره وهي اللي تاهلت وكانت تصنيف تاني. فطبعا كل دي حسابات انا متفق معاك ان الامر الواقع هنتعامل معاه، لكن نعمل اللي نقدر عليه عشان في الاخر نسهل على نفسنا. وبالمناسبه مينا، خليني اسالك، التوقف الاخير بتاع الاجنده الدوليه، الماتشات بتاعته مفترض انها بتاثر في موضوع الرانكينج ولا ما بتاثرش؟ طبعا بتاثر. يعني احنا خسرنا مش بس فكره ان يبقى في معسكر اعداد وتجهيز وتحضير للي جاي، لكن خسرنا كمان فرصه ان احنا نزود النقط بتاعتنا عشان نوصل في الرانكينج لمستوى اعلى. حتى لو بتلعب منتخبات ضعيفه على الصعيد الافريقي فانت بتكسب نقط. يعني مش مطالب انت تروح تلعب السنغال، ولكن حتى بنشوف المنتخبات الافريقيه اللي حوالينا لا بقوا بيتجهوا ان هم يلعبوا فرق في اوروبا وفرق في اسيا في تصنيف محترم جدا عشان يحسنوا مستواهم، ده رقم واحد. ورقم اثنين هم فعلا بيستفيدوا من النقط بتاعتهم، فاحنا بقى لنا كذا توقف مش بنستفيد خالص من النقطه دي، وده باين جدا بالتبعيه عليه تاثيره ازاي، واحنا مركزنا دلوقتي في الفيفا في الرانكينج بتاعنا بقى كام. طيب خليني اقول انه يعني في اسماء منتخبات اتعودنا دايما انها لازم تكون قويه حتى لو مش متابعينها، حتى لو جيل اتغير عن جيل تاني. هل المنتخبات دي ثابته على نفس مستوياتها؟ نقدر نقول النهارده الكاميرون هي الكاميرون، غانا هي غانا، السنغال والجزائر يمكن الاقرب لينا ان هم كانوا حاضرين قريب في نهائي بطوله امم افريقيا وعندهم اسماء محترفين على مستوى عالي جدا، فدول يمكن يكونوا في حته لوحدها. لكن هل كوت ديفوار هي نفسها كوت ديفوار اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، ديدي دروجبا، زوكورا، يا توري؟ هل منتخب زي المغرب هو منتخب مصطفى حجي، مصطفى ومنتخب بصير صلاح الدين، المنتخب اللي تخشى دايما انه يقع في طريقك في تصفيات، ولا الخريطه بتاعت المنتخبات الكبيره كمان منتخبات لسه بتغير جلدها، منتخبات بتطلع جيل جديد؟ يعني عايزكم تدونا كده صوره على منتخبات افريقيا الفتره الاخيره.
شوف، وانا متفق معاك طبعا ان الجزائر تحديدا دلوقتي فورمتها من ساعه كاس الامم وما قبل كاس الامم الافريقيه متقدمه نص خطوه عن السنغال، تمام، والاثنين متقدمين خطوه عن الباقي بقى. يعني تمام. خلينا نكون كده على ارض ثابته، يعني يتمنى انه الاثنين دول ما يجوش في سكتنا. اللي قرعته توقعه في الجزائر او السنغال هيواجه صعوبات. احنا كاسماء ما نقلش عنهم، لكن هم عارف عندهم هارموني وتكامل، والفرقه شكلها واضح واطار فني شكله واضح وثابت، وماشيين مع بعض بنفس المجموعه بقالهم سنه واثنين وثلاثه، وبالتالي خلاص هو بقى تيم شبه متكامل وصعب جدا تتعامل معاه. بيجي بقى في المرحلة الثانية أو في التصنيف الثاني بقى بشكل عام، ده فنيا مش رقمي. أيوة فنيا، أنا بتكلم فنيا. فنيا مصر طبعا بتدخل في هذا التصنيف، ومعها المغرب منتخب قوي جدا، ومنتخب معاه وحيد هاليلوزيتش مدرب رائع جدا، طبعا جه بعد هيرفي رينار. عندهم مجموعة يعني كفاية أقول لك مثلا أشرف حكيمي، كفاية أقول لك في المرمى ياسين بونو، كفاية أقول لك حكيم زياش طبعا، يوسف النصيري طبعا أكيد. انت بتتكلم عن نور الدين مرابط، سفيان مرابط، يعني لا هم عندهم مجموعه محترمه جدا ومجموعه قويه، وبياخدوا خبرات. هي اللي كان بيعيب منتخب المغرب دايما هم عندهم اسماء على مستويات، لكن بيروحوا منتخب بلادهم ما بيقدموش نفس اللي بيقدموه في اوروبا، لكن هذا الجيل وهذه المجموعه لا، الوضع مختلف، بيلعبوا مع المنتخب بشكل رائع جدا. تونس كمان على الرغم من ان هي ما عندهاش اسماء رنانه، لكن هم جماعيا تونس دايما بتلاقيهم مع المنتخب بيقدموا شكل كويس. بس تحديدا في نقطه بالذات الجزائر والمغرب اكتر حتى من تونس شويه، بيعتمدوا على المهاجرين اللي موجودين في دول اوروبا وتحديدا كمان فرنسا يمكن هولندا، وبيجيبوا الولاد الجيل الثاني والثالث. يعني اقصد اقول ان المنتخب مش مصنوع محلي، منتخب مصنوع اوروبي، بيعتمدوا على اسماء اتولدت وعاشت ولعبت في انديه اوروبا وبيجيبوهم يلعبوا باسم منتخبات الجزائر. من حقهم طبعا، انا مش بتكلم ان حاجه مش شرعيه، بس اقصد اقول الفكره في صناعه المنتخب تختلف كليا عن فكره مثلا دوله زي مصر في صناعه منتخباتها. على الرغم ان احنا عندنا على فكره يعني شعراوي مثلا، ستيفان شعراوي اصل مصري، واخر واحد اعتقد كمان يوسف حسن بيلعب في فياريال، ونص مصري نص تونسي، لكن هو اختار يلعب لتونس كمان. تقصير من عندنا الحته دي يا دكتور وليد؟ مؤكد. انت في الاخر انت لازم تستغل كل امكانياتك المتاحه. هو المنتخب الجزائري الحالي ده كله اتصنع بالشكل اللي انت بتتكلم فيه. هو في لعيبه ما بتتكلمش عربي، ده لا يعيبهم، هم اتولدوا في مجتمعات اوروبيه وتربوا فيها ونشأوا فيها، في الاخر يحسب لهم ان هم اختاروا اللعب بالمنتخب بالروتس بتاعتهم ومنتخب بلادهم الاصلي. ده شيء يحسب لهم. وبالتالي انت عندك على سبيل المثال للحصر، يعني انت عندك كريم بنزيما، عندك زين الدين زيدان، اثنين من اتقل اللعيبه على مستوى العالم، دول اساسا من اصول جزائريه، لكن لعبوا لمنتخب فرنسا في النهائي. مؤكد. فانت محتاج زي ما بقول لك، احنا اذا عندنا اسامي تقدر تفيدنا محتاجين يكون لينا نظر عليها. النهارده مثلا عمر مرموش اتربى عندنا وكان بيلعب في وادي دجله وبعدين احترف، وهو يعني مش ناشئ في اوروبا، ما نشأش في اوروبا، لكن في الاخر لسه لم نستغله بالشكل الامثل. كنت اتمنى اشوفه في معسكر المنتخب ده لانه يستحق، حتى لو بتعده او هو يكون كلاعب بديل تقدر تدفع بيه لانه فنيا يستحق، ما كانش ليه حظ مع المنتخب الاولمبي واتصاب قبل المعسكر. محمد زيدان طلع من وهو صغير وبعدين فادنا كمنتخب مصر، ما كناش شايفينه ولا سامعين عنه، فجاه لقيناه هو المهاجم الاساسي في منتخب مصر وفاد المنتخب في الوقت ده. فبالتالي ده فايل محتاجين نشتغل عليه. انا هرجع للفايل ده على طول مع مينا كمان دلوقتي، واسمع ايه اللي ممكن يعني نستفيد بيه او ممكن يفكر فيه القائمين على المنتخب في الفتره اللي جايه. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسه. عشان نرجع لكم كده بعد الفاصل بخبر حلو، الاهلي بيفوز على انتر كلوب الانجولي بنتيجه 34-30 في قبل نهائي كاس ابطال الكؤوس الافريقيه، ويتاهل للمباراه النهائيه. مبروك لنجومنا، وان شاء الله باذن الله تكون كاس ابطال كؤوس افريقيا تبقى من نصيبنا. خليني كمان اطمنكم على اكرم توفيق، الاخر تطور في حاله اكرم انه من اسبوعين لثلاث اسابيع ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ويرجع بالسلامة. ده معناه طبعا انه هيغيب عن ماتش الجابون مع منتخب مصر، لكن ان شاء الله يكون جاهز للمواجهة اللي بعدها مع ليبيا. وان شاء الله اعتقد يعني اسبوعين ثلاث اسابيع ممكن كمان لو اتلعب سوبر افريقيا في ميعاده يكون ان شاء الله جاهز مع النادي الاهلي، لكن لو اتلعب الكاس اعتقد اكرم هيكون بره الحسابات. الف سلامة اكرم، انت راجل والحقيقة يعني اثبتت كفاءة ورجولة على مستوى عالي، وترجع بالسلامة احسن باذن الله. ان شاء الله الاصابة دي ما تعطلكش، ترجع احسن من الاول.
كنت بتكلم على المنتخبات اللي يمكن زي المغرب، زي طبعا الافارقه عندهم ما شاء الله، يعني اي منتخب افريقي صعب انك تلاقي، بتكلم على الكبار، صعب انك تلاقي لاعب محلي الا باستثناء واحد ولا اثنين. لكن شمال افريقيا دايما بيعتمدوا على قلنا الجيل الثاني والجيل الثالث من المهاجرين، وبيقنعوهم بينجحوا وهم شاطرين في الحته دي ان هم يرجعوهم يلعبوا باسم منتخباتهم الاصليه. احنا ما بنعملش ده ليه يمينة؟ وهل عندنا قاعده ممكن تساعد المنتخب في الفتره اللي جايه، اسماء ممكن نبص لها نعتمد عليها نديها مساحه مع المنتخب؟ مش هنكون بنفس الشكل في رايي. لانه في الاول وفي الاخر الافارقه بيعتمدوا على فكره التهجير، ومن ثم ان انا اروح حتى المنتخبات اكبر. يعني مثلا منتخب زي المنتخب الفرنسي، لما تبص فعلا اصول لعيبه تقريبا ولا واحد فيهم من اصل فرنسي، اقليه بشكل كبير اغلبهم من افريقيا. هي نفس الفكره. يمكن المنتخب المصري او الشباب المصريين في بعض اللعيبه اللي ابتدت تظهر في دوريات صحيح بتلعب في درجات اقل، لكن لسه كلهم صغيرين مثلا ما بين 14 ل 16 سنه. بس في النقطه دي يعني برضه عشان نحط الامور في نصابها الصحيح، زي ما بيقولوا هم مواطنين فرنسيين، يعني هم اتولدوا وتربوا وعاشوا ولعبوا في فرنسا. لكن كون ان الاصول ده ينطبق على الان بي اي في امريكا مثلا، مزبوط. يعني ده دوري الباسكت كلهم من اصول افريقيه لكنهم مواطنين امريكيين طبعا. اتولدوا وعاشوا وتربوا، ويمكن اجدادهم وابائهم كانوا مواطنين امريكيين برضه. دي حقيقه، قصه مختلفه شويه. انا بس في نقطه اللعيبه الصغيرين المصريين لبره، اعتقد ان لازم يكون في الاتحاد ناس سكاوترز هم شغالين، هم يبداوا يشوفوا كشافين بالظبط كشافين، ولازم يكون في تسهيلات. انا فاكر من فتره لما كان الكابتن ربيع ياسين ماسك المنتخب الشباب، كان في لعيب بيلعب في المانيا وكان مطلوب انه يجي، ولكن طلبوا بعض الطلبات الغريبه منه، قالوا لازم انت تتحمل مثلا تذكرتك ان انت تيجي، ولما تيجي هنشوف هناخدك ولا لا. فانا شايف ان لازم يكون في التجمعات دي انه ازاي هنختار اللعيبه وايه الاسس، وتجيب اللعيبه دي كلها وتجربها، لانه في الاول وفي الاخر اللعيب لما يعني بينفجر او بيبوم معاك ده هيفيدك انت. صحيح. واللي غايب عننا كمان يمكن دكتور وليد الناحيه التسويقيه شويه، يعني احنا ما بنعرفش نروج للاعب المصري، على الرغم ان احنا عندنا دوري يعتبر من اقوى الدوريات في المنطقه سواء افريقي او وطن عربي، وعلى الرغم ان احنا عندنا انديه هي دايما انديه على منصات تتويج، وانديه زي النادي الاهلي ليه شهره عالميه، لكن عدد محترفينا بره ضعيف جدا مقارنه حتى بدول شمال افريقيا، مش هقول لك بكوت ديفوار او بغانا او بالسنغال او الى اخره. الجزئيه دي نشتغل عليها ازاي، وازاي ما نستغلش نجاح لعيب زي محمد صلاح، تجارب زي النني، زي تريزيجيه، في انه يبقى في انتشار للعيب المصري بره؟ شوف، هو يعني فكره التلميع، تلميع المنتج بتاعنا ده احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده، وللاسف ما بنعرفش نعمله على اي مستوى. ومن اهمها طبعا التسويق للاعب المصري. في تجارب لبعض الانديه المصريه في اعداد الناشئ والسماح ليهم بالاحتراف، وعلى رسوم الاهلي قبل كده عملها مع رمضان صبحي، وعملها دلوقتي بدا يطلع ناشئين عن طريق المدير الفني لقطاع الناشئين، بيوديهم الدوري التشيكي وغيره وغيره. وادي دجله عنده تجربه محترمه جدا في هذا الشان، لان ليه اكاديميه اساسا في بلجيكا بيبدا يطلع له لعيبه، وبيبدا اتكلمنا عن عمر مرموش وغيره وغيره، وحتى زيزو كان طالع من اكاديميه وادي دجله وراح ورجع وهو بيلعب النهارده في منتخب مصر. يعني في اسماء كتير، في انديه بتشتغل كويس على المقاولين، بيشتغل كويس على الفايل ده، هو اللي مطلع النني ومحمد صلاح. وبالتالي اتمنى ان تكون دي سياسه عامه عند الانديه، لان احنا عندنا ذخيره. النادي يا جماعه اللي هيطلع لاعب مش هيغلب انه يلاقي ليه بديل واثنين وثلاثه، بالعكس. وبالمناسبه في السنين الاخيره دي انتشرت في مصر اكاديميات كتير شايله اسم انديه كبيره، يعني اتلتيكو مدريد، ريال مدريد، بي اس جي، ليفربول او ارسنال، حاجه كده. يعني الحاجات دي بيزنس بس ولا حقيقي بتفرخ لعيبه ممكن نشوفها بتلعب في دوريات اوروبا؟ في حاجات بيتشرى حق استغلال الاسم فقط، ما بيكونش ليه اي مردود فني على الاطلاق. الموضوع بيبقى بيزنس بحت، وفلوس بتدفع وبتتلم وخلاص، ما فيش اي عائد فني. واحيانا في بعض التجارب، بس دي لازم تكون باشراف الاداره الفنيه. ده عملها مثلا نادي اياكس، بيعملها في افريقيا، بنفيكا بيعملها في افريقيا. اياكس مثلا ليه انديه باسمه في جنوب افريقيا، نادي اياكس كيب تاون، وليه اكاديميات في كوت ديفوار، بيطلع مواهب هو بقى بنفسه اللي بينزل ويشرف. لكن بالنسبه لكلامك، ساديو ماني طالع من اكاديميه من اكاديميات دي، كان عاملها فرقه فريق ميتس الفرنسي في بالزبط. في فرنسا، في افريقيا، في السنغال، جينيراسيون. نفس الكلام بالمناسبه، بابي ماتار سار ده لعيب برده كان في ميتس، راح المنتخب السنغالي ومنه لتوتنهام السنه اللي فاتت، او طالع عاره يعني. ونفس الكلام اسماعيل صار مع واتفورد السنغال، فهم كل دول نفس المدرسه فعلا، فكره اللعيبه اللي بتطلع. طيب، من نفس المدرسة. بمناسبه كلامنا عن المحترفين، ناخد جوله بقى مينا، تاخدنا في جوله مع اللعيبه المصريين، ونشوف بدايات طبعا الموسم اللي عندنا خلص ابتدى من بدري عندهم هناك، فناخد جوله كده مع ارقام لعبتنا ومشاركاتهم مع فرقهم طبعا، اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج.
طيب يمكن اول لعيب معانا طبعا محمد صلاح ليفربول، السنه دي 3 ماتشات في البريمير ليج لغايه دلوقتي جون واثنين اسيست، يمكن الافريج بتاع تقييمه في الماتش 7.73، ده معدل عالي جدا في البريمير ليج. كل ماتش تقريبا عدد التصويب بتاعته بتبقى 4.3، ده برده رقم مش قليل بالنسبه للوينجر. 4.3 بالظبط في كل مباراه بالظبط، منهم اثنين على الاقل اون تارجت او على الجون. التمريرات بتاعته بتوصل ل 26 تمريره في الماتش بنسبه نجاح 85%، رقم ممتاز برده. الوينجر المفروض ان كل بساطته بروجريسيف لقدام، يعني ده مش بيرجع لورا بالكره، بالعكس هو طالع، فدي كلها ارقام مميزه جدا بالنسبه له. المراوغات النجاح بتاعته 2 في الماتش بنسبه 55% برده قدام مدافعين البريمير ليج الاقوياء جدا، ده رقم مش سهل. دلوقتي يمكن القيمه التسويقيه بتاعته وصلت 100 مليون يورو، واحد من اعلى اللعيبه في البريمير ليج، فدي برده حاجه قويه جدا. وتم اختياره في تشكيله الاسبوع مره واحده في 3 جولات اللي فاتوا قدام نورويتش سيتي في الماتش الاولاني. كاريجر نجم ليفربول السابق بيقول محمد صلاح باقي في ليفربول وهيتم التجديد ليه زي ما تجدد لفيرجيل فان دايك وهاندرسون واندي روبرتسون في الفتره الاخيره، لابد انه هيتم التجديد بشكل يرضي محمد صلاح ويوافق طموحات ليفربول في الفتره الجايه. هو الحال الصحافه الانجليزيه بذكر كلامك في الكام يوم اللي فاتوا مع بدايه الدوري الانجليزي وبعد تحديدا المباراه اللي افتتحها قدام نورويتش، كلها كانت بتتكلم عن تجديد عقد محمد صلاح، ومصادر كتير في ليفربول قالت احنا ما عملناش ميركاتو، لان كل احنا الميركاتو بتاعنا هو التجديد لنجومنا على رسوم محمد صلاح، وغالبا محمد صلاح يعني في شبه اتفاق، ناقص بس رقم الراتب الاسبوعي اللي ممكن يوصل من 250 وقد يوصل ل 300,000 استرليني، علشان هو يعني هو دي بس نقطه الخلاف، لكن الاتفاق ان محمد صلاح باقي في ليفربول هيبقى الاعلى في تاريخ ليفربول بالمناسبه. وبعدين احنا داخلين على ثنائيه صلاح رونالدو، يعني احنا كنا لسه بنقارن قبلها بيومين، قبل ما رونالدو يجي مانشستر يونايتد بيومين، وقلنا ان محمد صلاح كسر رقم التهديفي لكريستيانو رونالدو، فراح جاي يعني شكل رونالدو الموضوع وصل له فجاي، فقال له لا انا جاي لك انت جاي تكسر رقمي، فربنا بقى هنتكلم عن رونالدو طبعا في الميركاتو دلوقتي، بس خلينا نروح للنني يا دكتور وليد. النني طبعا للاسف حاله ارسنال مش مساعداها، هو من 3 مباريات لعب 5، ممكن يتخيل يجي اليوم ان ارسنال يبقى في المركز الاخير في الدوري الانجليزي، يعني بصراحه حاجه احنا يعني هو هنري بقى ربنا يسامحه بيركامب والمجموعه دبسوا شويه ناس كده مش قليلين في تشجيع ارسنال. لا ارسنال طبعا بهزر، فرقه ممتعه وفرقه دايما بتقدم كره جميله، بتعيش طبعا معاناه بسبب قرارات اداريه فاشله، اداره الحقيقه ارسنال اداره مثال للفشل. يلا عشان ما نضيعش وقت، محمد النني طبعا شارك في 45 دقيقة بس شوط من ال3 مباريات، مرر 9 تمريرات كانت نسبة نجاحه 100% فيهم. التقييم العام بتاعه بالنسبة للمواقع الإحصائية على رأسها سوفا سكور اداته 6.4 من 10. هو طبعا للأسف أرسنال خسر ال3 مباريات في المركز الأخير. كنت أتمنى إن النني إذا كان باقي، يعني هو خلاص طبعا الميركاتو اتقفل والنني باقي رسمي، يعني أتمنى إن يكون بقائه ده بناء على قعدة الكلام في الأيام الأخيرة عن إنه احتمال في عروض جاية له من الدوري التركي، وإنه أرسنال وافق على إنه كان الكلام على بيشكتاش أو فنربخشة. بيشكتاش هو كان ليه الحقيقة تجربة إيجابية مع بيشكتاش قبل كده، راح ولعب وتألق ورجع لاعب أساسي في أرسنال بعدها السيزون اللي فات. أتمنى إنه ما دام قعد في أرسنال وخلاص الدنيا هو مكمل السيزون ده، يكون بناء على قعدة مع أرتيتا وإنه هيكون ليه فرصة في المشاركة. نروح لحجاز يمينة، يلا بينا. أنا بحب أحمد حجازي جدا وأنا بحبه جدا. أحمد حجازي عامل حالة عظيمة يمكن في الدوري السعودي للاتحاد السعودي، ناس كتير لميته ان هو ساب الكره في انجلترا وراح الدوري السعودي، لكن الحقيقه يعني حافظ على نفسه وقدم مردود محترم جدا في الدوري السعودي. على حسب ما قريته كمان انه ما كانش هو اللي عايز يمشي، لكن الاداره في وست بروميتش كان عندهم مشاكل ماليه، وسلافين بيليتش المدرب وقتها كان هو اللي يعني اخذ القرار انه لازم يمشي. لكن حجازي عامل حاله ممتازه، الاتحاد السنه اللي فاتت كان بيصارع، السنه دي بدا بدايه ممتازه، واحمد حجازي من اكثر لعيبه الجمهور السعودي بيحبه، يمكن لعب 3 ماتشات لغايه دلوقتي جايب جونين، وده شيء ممتاز بالنسبه للمدافع. معدل تمريرات 49 تمريره في الماتش بنسبه 85% نجاح، ده رقم برده كويس جدا. معدل افساد الهجمات في الماتش 4 مرات، وده برده رقم كويس بالنسبه للمدافع في الدوري السعودي. النجاح في الالتحامات الهوائيه 70%، ده رقم كبير جدا. وتم اختياره في تشكيله الاسبوع 3 مرات، كل اسبوع احمد حجازي في البيست 11 في الدوري السعودي، في كل دي ارقام ممتازه جدا عظيم بالنسبه لاحمد حجازي. طيب نروح لتركيا، وتركيا ابتدت كده تبقى يعني مشدوده للاعيبه المصريه بعد مصطفى محمد، بنشوف احمد ياسر ريان بيسافر، نبتدي بمصطفى محمد، نبتدي باحمد ياسر ريان في تركيا. طبعا انطلاقه احمد ياسر ريان مع التاي كانت انطلاقه عظيمه جدا، لانه بمجرد ما نزل احرز هدف في مرمى الانيا سبور. هو طبعا شارك في ماتشين من اول ما وصل مع فريقه، التاي بيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي، كسب ماتشين وخسر مباراه واحده. هو طبعا
قيمته التسويقيه الحاليه 1,000,000 يورو، لكن اعتقد ان شاء الله مع مشاركته مع الوقت احمد ياسر ريان ستايل المهاجم اللي يعني في العالم كله بيدوروا عليه، يعني المهاجم اللي هو المهاجم الكلاسيكي اللي بيلعب براسه كويس اللي بيعرف يتمركز في المنطقه وبيخطف جوه من جوه المنطقه، ما عادش ده متاح في العالم قوي، فاللعيب لما بيتالق بهذا الشكل بتكون عينين الانديه كتير عليه. انا واثق ان احمد ياسر ريان هيكمل تالقه باذن الله. وبرضه اتحرمنا منه مع المنتخب. يعني هو الموضوع جه متاخر شويه لان هو البطاقه الدوليه بتاعته اتاخرت، وقت ما كان بيتم اختيار القائمه كان احمد ياسر ريان لاعب محلي. بعد اعلان قائمه المحترفين احمد ياسر ريان كان لاعب محترف، كان حتى النادي التاي اتكلم ان كان في تاخير من اتحاد الكوره في بعت البطاقه الدوليه، قصه كده يعني. فما كانش ساعتها محسوب على المحترفين، تم اختيار المحترفين، لما جه يختار المحليين كان هو بقى من المحترفين وبالتالي هو اتظلم يعني في القصه. مصطفى محمد عمل موسم اول اكتر من رائع مع جلاتا سراي في تركيا ولفت الانظار والناس كلها توقعت انه يقوم السنه دي بدايه، يعني مش عارف انجاز التعبير اقول متعثره نوعا ما لمصطفى محمد، وبعدين كلام على انتقاله لبوردو. تكلمنا على مصطفى وارقامه مع جلاتا سراي. انا اعتقد ان مصطفى مشغول دماغه مش مركزه بس في جلاتا سراي، ولكن لما تسمع اسم بوردو، بالمناسبه بوردو هو اكتر الفرق في فرنسا اللي بتعرف تجيب المواهب الصح. بنشوف قد ايه في تدرج واللعيبه بتطلع دايما، يعني اكاديميه بوردو دي مميزه جدا، وده الشيء يبين قد ايه مصطفى محمد فعلا مهاجم كويس. السنه دي مصطفى محمد لعب ماتشين مع فريقه، لعب 30 دقيقه بس طول السيزون، ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف. فريقه حاليا في المركز الرابع، انا اسف، كسب ماتشين وتعادل ماتش، ويمكن جلت صراحة السنه اللي فاتت خسروا الدوري فريق الاهداف في اخر جوله بشكتاش. دلوقتي قيمته التسويقيه 6.5 مليون يورو، ده رقم كبير بالمناسبه، يعني بقى لنا فتره ما شفناش بخلاف محمد صلاح لاعب مصري وصل للقيمه التسويقيه دي. اعتقد ان مصطفى محمد قريب هيكون في حل، ولكن هو مهاجم رائع يعني مستنيين منه كتير. وكان يمكن فتح تريم ليه بعض التصريحات العنيفة شوية ضد يعني مصطفى، اعتقد انه خلاص ايامه الاخيرة في جلاتا سراي، ولا من ممكن انه يستمر؟ هو طبعا رسميا مكمل معاهم الموسم بعد فشل الصفقة. فاتح تريم معروف عنه انه من المدربين الطف ومدرب عنيف وتصريحاته دايما صادمة. هو كان عنده ايمان كبير من مصطفى، قالك ما عنديش دواء، ما عنديش علاج، هو يعالج يعني نفسه. اتفضل، هو هيعالج نفسه زي يجيب اجوان يعني. بالظبط. شوف مصطفى محمد كان بادئ بداية رائعة، فاتح تريم عنده قناعة كبيرة باللاعب، هو نفسه مصطفى محمد كان رايح وعنده دوافع كبيرة يثبت نفسه، وبالفعل أثبت نفسه. أنا يعني بحيي مينا، هي فعلا ملاحظة مهمة جدا، لأن مصطفى محمد للأسف وده عيب عند بعض محترفينا، إنه بيروح لنادي وهو من أول لحظة حاطط في دماغه إن ده محطة، وبيستعجل جدا إنه ينتقل للمحطة التانية، مع إن لازم تدي لنفسك وقت تثبت نفسك وتجيب عروض أفضل. وفكرة تصدير دايما للميديا إن والله ده مجرد محطة، وأنا ده حتى بيدي انطباع سيء عند الجماهير وعند الجهاز الفني للنادي اللي انت فيه حاليا. فيمكن نقطه عدم التركيز اثرت عليه من نهايه الموسم، مش بس من بدايه الموسم مع مصطفى محمد. اتمنى ان تعود، يعني يعود الوفاق بينه وبين فاتح تريم ويعود لتالقه، لانه قيمه مهمه جدا للمنتخب. بس حابب اضيف ملاحظه اخيره في النقطه دي، قد تكون صح او غلط، لكن انا شايف ان مصطفى كمان اتاثر جدا من بعد ما راحش الاولمبياد عشان يقعد مع فريقه ويتاهل تشامبيونز ليج، ومن ثم خسر قدام بي اس في ايندهوفن وخرج. انا حاسس النقطه دي لسه مأثره على مصطفى محمد، ولا لحق الاولمبياد ولا عرف يتاهل للتشامبيونز ليج، فقد تكون دي برضو واحده من النقط اللي اثرت فيه في مشواره مع جلاتا سراي وخليته شويه مشغول في فكره الانتقال لدوري افضل. دور على العقليه، يعني الحاجه اللي بتصنع الفرق دايما، انا بقول وبكرر ومش همل من تكرار الموضوع ده، انا ما يعني ما عنديش شك في امكانيات ومهارات لاعبتنا، وشايف انه عندنا اسماء كتير مش في الجيل ده بس، ده على مدار اجيال كتير جدا كانت تستحق تلعب في افضل انديه اوروبا، في برشلونه، في بايرن، في ريال. انا بتكلم على الموهبه، على موهبه، على الامكانيات والموهبه اللي ربنا اداها للعيب. لكن الفارق الوحيد اللي بيخلي لعيبه افريقيا او الافارقه يتفوقوا ويلعبوا الاكبر الاسماء في اوروبا هو العقليه، عقليه اللاعب المصري لابد انها تتغير. وشوفوا صلاح بيعمل ايه، وشوفوا صلاح عمل ايه وتعامل ازاي مع العقبات اللي كانت ممكن تخليه يبطل ويرجع هنا يستسهل يلعب في اهلي او في زمالك او في اسماعيلي او في بيراميدز او في غيرها من الانديه، ويقول لك والله انا حاولت بس ما نجحتش، لكن اصرار ومثابره وقدره على خلق الدوافع لغايه لما بقى واحد من اهم اللعيبه في العالم. نختم بعمر مرموش. عمر مرموش طبعا لاعب مصري كتير من الجماهير في مصر يمكن ما تسمعوش، لكنه طبعا بيلعب في شتوتغارت في المانيا. ابتدي الدكتور وليد. هو طبعا عمر مرموش من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها جدا، موهبه عظيمه في خط الهجوم، طلع من وهو صغير وراح على محطه كبيره في فولفسبورغ بيلعب شامبيونز ليج السنه دي في دور المجموعات.
كان لسه صغير عايز عشان يعتاد على الاجواء، عرى سان باولي في الدرجه الثانيه تالق جدا ورجع لفولفسبورغ. لكن طبعا فولفسبورغ زي ما قلت لك بيلعب في تشامبيونز ليج، يعني هو بالنسبه له عمر مرموش مشروع، فهم مش عايزين برضو يحرقوه او يستعجلوا عليه. أيوة. فسمحوا له ثاني باعاره، وراح المره دي بقى اعاره لنادي كبير ونادي. أيوة. جماهيري شتوتغارت، اعتقد هتكون عنده فرصه كبيره انه يشارك بشكل اساسي مع شتوتغارت، وانا متاكد انه لما ياخد هيتالق بشكل كبير. هو طبعا قيمته الحاليه التسويقيه 2 مليون يورو، كان لعب ماتشين مع كبديل مع فولفسبورغ قبل ما ياخد الاعاره لشتوتغارت. اتمنى ان الناس تتابعه، متاكد انه هيتالق السنه. ميركاتو لم يخلو من المفاجات، ولغايه اللحظات الاخيره صفقات من العيار الثقيل هنتكلم عليها مع ضيوفنا بس بعد الفاصل. ميركاتو اللحظات الأخيرة ونسخة جديدة من تشامبيونز ليج، هو ده محور كلامنا في السادسة. مرة تانية برحب بضيوفي طبعا مينا ماجد ودكتور وليد الحديدي، أهلا بيكم. سريعا نعدي على الميركاتو اللي كنا متوقعينه خلاص بقى، يعني مفيش صفقات من عائلة تاني هتحصل، لأن رونالدو بيغير من مان سيتي لمانشستر يونايتد، جريزمان في صفقة غير متوقعة بيرجع مرة تانية لأتلتيكو مدريد وبيسيب البارسا. في الوقت اللي كنت بكلم معاكي فيه يا دكتور وليد انه اخر مره انه رحيل ميسي ممكن يدي مساحه اكتر لكوتينيو وجريزمان ان هم يعني يبدعوا مع البارسا، وساقول من اتلتيكو مدريد لتشيلسي. كنتوا متوقعين صفقات من العيار ده في التوقيت ده؟ مؤكد طبعا انضمام رونالدو لمانشستر يونايتد مفاجاه، لانه كان بعيد عن الحسابات، ما حدش اتكلم عنه من مانشستر يونايتد، كان كل الكلام عن مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان. يبدو يعني ان فكره انه هينضم لمانشستر سيتي، ولا مش مستبعد ان يكون في جيم من رونالدو نفسه وخورخي مندش الوكيل بتاعه، ان هم يعني بيحاولوا ايه، هم ما تعاقدوش مع السيتي بس صدروا للدنيا كلها ان هم هيتعاقدوا عشان يثيروا غيره مانشستر يونايتد. أيوه. يمكن كمان تقويه سكواد مانشستر يونايتد شجع رونالدو وحس انه لما يروح يتالق في وسط هذه المجموعه. اليكس فيركسون كمان كان ليه مكالمه مع رونالدو، يمكن غيرت شويه طبعًا افكاره. هو قال كده في تصريحاته انه ده الاب الروحي. طبعا لا هو دايما بيعترف بده. أيوه. فطبعا مفاجاه وقيمه واضافه كبيره جدا لتشكيله مانشستر يونايتد اللي كمان تم تدعيمها بجادون سانشو، مع ارتفاع مستوى العديد من النجوم في تشكيله مانشستر يونايتد، فبالتالي اصبح منافس قوي شرس على البريمير ليج وعلى تشامبيونز ليج. منافس بجد ولا كده وكده؟ طلع لك عندي السيديهات بتاعتك يا دكتور وليد. لا انا بص بحب بنك، انا ليفربولي، انا بعترف من قبل صلاح ومن زمان انا ليفربولي، فبحب بنكش انكش اصدقائي المانشستراويه شويه. طلع لي بوست يا بيه على طول. يا جماعه الملفات السيديهات انا ماسكين عليها سيديهات. هو طبعا ده بص طبعا دكتور وليد من يومين. انا طبعا كنت بقول لهم الف مبروك مانشستر يونايتد، صفقه عظيمه ومهمه الحقيقه، اعتقد كده الشياطين حمر فرصتهم كبيره يصعدوا دور ال 16 في تشامبيونز ليج ويستمروا في المنافسه على صفه الدوري الانجليزي. مش شايف في امل؟ مش شايف في امل؟ شوف اقول لك بصراحه. المنافس الاقوى على لقب الدوري الانجليزي من وجهه نظري هو السيتي وتشيلسي. يجي بعديهم في نفس الرينج مانشستر يونايتد وليفربول. ده بكل امانه فنيه يعني، لكن مانشستر يونايتد حتى مع وجود كريستيانو رونالدو انا مش شايفه بطل تشامبيونز ليج. متفق يا مينا 100%. طب خد السؤال ده بقى. حط كل خبراتك كده في الوقت اللي سمعنا انه بيريز مكسر التليفونات على خليفي عشان يشتري ورفعه، يعني بيقال ان الصفقه وصلت ل 200 مليون يورو عشان يخلص في مبابي، رفض تام من على الرغم انه السنه الجايه يمشي ببلاش يعني، فهو بيفرط في 200 مليون يورو. ليه ما كانش في تفكير انه طب شكرا امبابي اطلع اقفش ال 200 مليون يورو، هات لي كريستيانو رونالدو يخش مع البي اس جي وتلعب رونالدو مع ميسي مع نيمار مع دي ماريا، يعني برضو قصه وحكايه وروايه. اول حاجه اعتقد ان باريس سان جيرمان وناصر خليفي مش محتاج فلوس، ادي النقطه الاساسيه. حضرتك فاهم كويس طبعا قد ايه النادي ده ثري. اي بس انا بحط قدامك في كفه رونالدو ومعاه 200 مليون يورو، وفي كفه ثانيه مبابي، يعني مع كامل احترامي لقدرات ومهارات وامكانيات مبابي، يعني قرار الشخص طبعا كنت اخد 200 مليون يورو، ولكن اعتقد هم بيبصوا بنظره الكرامه، انا مش هبيع كيليان مبابي، عايز السنه الجايه اخده فري. والحقيقه انه فعلا اتقدم ثلاث عروض لكيليان مبابي، كل مره يجدد وبيرفض، اخر واحد وصل 45 مليون يورو في السنه. أي. اعلى من ميسي ونيمار، ولكن خلاص القرار متاخد. وبرده الموضوع بيبقى شويه هي رغبات شخصيه واحلام، يعني كيليان مبابي من هو طفل صغير بيشجع ريال مدريد وبيحب كريستيانو رونالدو على سبيل المثال ونفسه يلعب هناك. يمكن في الاخر بيريز عمل صفقه سريعه، مش كل حاجه الفلوس بالظبط، في ناس بتقول انه مش كل حاجه الفلوس، بس مش مع بي اس جي برضه، مش مع بي اس جي. هم خلاص فكره الكارير مود ان هم بيجيبوا اللعيبه الدريم تيم كل لعيب، حتى امبارح اخر يوم برضه بمناسبه الصفقات اللي اخر دقيقه، يمكن راحوا جابوا
يعني ليفت باك صغير جدا 18 سنه نونو مينديز من سبورتنج لشبونه ب 7 مليون كاعاره وحقيقه شراء ب 45 مليون يورو. الصفقه اللي كان داخل فيها مانشستر سيتي برضو هو السنه فعلا صفقه تبادليه اعتقد راح من عندهم سرابيا راح اعاره وهو اعاره لكن هم فعلا كده قفلوا اللعبه يعني السيف ده هم الانجح هم الاذكى ليوناردو يتعملوا تمثال هناك وعملوا بالنسبه لي كل التدعيمات المطلوبه ولكن هي مساله كرامه ومساله مبدا اعتقد بالنسبه للنصر خليفه وكمان هو ما عندوش اوبشن هو عمل كل ده عشان يكسب تشامبيونز ليج السنه مش هيكسبها دكتور وليد مش ان شاء الله مش هيكسبها مش هيكسبها دكتور وليد فما كانش عنده لو جاله مليار يورو في امبابي هو هو متخيل انه هيلعب الهجوم امبابي نيمار لان مجموعه نار فيها سيتي وبي اس جي مع بعض يوم 15 الناس اظبط الريمايندر بتاعتك دلوقتي يوم 15 ضرب نار وعندنا البايرن بارسا كمان هنتكلم على المجموعات دلوقتي طيب اتكلم شويه عن جريزمان يعني برضو صفقه ما كانتش متوقعه ولا في الحسبان انه جريزمان في اللحظات الاخيره يتحرك من برشلونه لاتلتيكو مدريد يا امينه هي الدومينوز افكت المشهوره ان لازم لعيب يفضي مكان للتاني فده كان شرط اتلتيكو مدريد الاساسي ان ساول نيجاز يروح لتشيلسي لازم افضي مكان طب هاخد مين هاخد انطوان جريزمان في نفس الوقت اللي برشلونه كانوا بيدوروا على سترايكر بديل فراحوا جابوا لوك ديونج من اشبيليه في رايي كنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات وبتكلم مين اللعيبه اللي ممكن نشوفها قلت اول اسم انطوان جريزمان بعد رحيل ميسي المفروض يكون له مساحه اكبر بكتير وانا شايف ان ده قمه الفشل الاداري عند برشلونه ان انت تكون لسه جايب لعيب من سنتين ب 120 مليون يورو والنهارده تروح ترجعه تاني لنفس الفريق اشتريته منه ب 40 مليون بس كذا اوبشن تو باي ومديه عرض سنتين ببلاش فده قمه الفشل انت بس بتحاول طبعا توفر المرتب صفقه رائعه بالنسبه لاتلتيكو مدريد اللي عمالين بيحسنوا الفريق بتاعهم ماتيوس كونها كمان من الدوري الالماني رودريجو دي بول من اودينيزي في نص الملعب صفقات بشكل عام في رايي ان اتلتيكو مدريد بيحسن فريقه بشكل كبير وفي نفس الوقت ساول نيجيز مش هياثر على الفريق لانه بقاله اكتر من سنه عايز يخرج واتجاهه لتشيلسي ده بيحسن طبعا وبيقوي فريق تشيلسي اكتر اللي بشوفه انا شخصيا انه مرشح رقم واحد في البريمير ليج طيب بما انك ذكرت ساول نروح بها على تشامبيونز ليج انا بقول انها يعني بطوله حتى تتفوق على كاس العالم سواء من حيث النجوم سواء من حيث القوة المنافسة سواء من حيث كل حاجة الصورة مبهرة الملاعب مبهرة الجمهور رائع والسنة دي طبعا تشامبيونز ليج بيرجع ليها الجمهور مرة تانية فأعتقد هنشوف نسخة وحشينة ويبدو أن كل الفرق دكتور وليد مجهزة نفسها يعني كله وهو بيفكر في الميركاتو حاطط قدام عينيه هدف رئيسي أنه يبقى عنده قدرة على المنافسة في التشامبيونز ليج السنة دي أنا متفق معاك طبعا وحقيقة أن أقوى بطولة فنيا وعلى مستوى متعة التشامبيونز ليج أقوى بالزبط. كأس العالم ليه وضع تاني أنه كأس عالم منتخبات ودول عظيم لكن مكان كورة كورة ومتعة تشامبيونز ليج السنه دي المفترض شوف بقى احنا بنتكلم ان هي افضل بطوله فنيا والنسخه دي المفترض انها تكون اقوى نسخه في تاريخ الشامبيونز ليج لان انت عندك ميركاتو استثنائي عندك كل القوى العظمى في اوروبا حاليا دعمت فرقها ودعمت مراكزها الناقصه بالعديد من النجوم عندك للمره الاولى بتتكلم ما لا يقل عن من 8 ل 10 مرشحين يعني احنا ممكن نتكلم عن 10 انديه من وسط دور المجموعات مرشح ممكن جدا لاي فرقه منها كسبت تشامبيونز ليج السنه دي مش هتكون مفاجاه ومش هتكون مستغربه بايرن ميونخ بيدعم شوف احنا بعدنا كمان عن السيتي وباريس سان جيرمان بايرن ميونخ بيدعم حامل اللقب تشيلسي بيدعم فريقه ليفربول محافظ على قوامه الرئيسي اتلتيكو مدريد بطل الليجا ولسه كنا بنتكلم انه ازاي بيدعم فريق مع ليفربول برضه مع ليفربول برضه ريال مدريد ما ينفعش تخرجه بره الحسابات برشلونه المتهالك ده يبقى اسم كبرشلونه جماهيريا كل الانديه السنه دي بتتكلم عن من 8 ل 10 انديه مرشحه بالتالي هي هتكون النسخه الافضل واللي هيخسر يعني متابعه مباراه في النسخه دي هيكون خسران كتير الحق لفت نظري كمان او مش لفت نظري انه مش شيء جديد ولا غريب ولا عجيب بس انا بقول لحضراتكم على الناس ازاي بتجهز والناس ازاي بتحضر الناس من دي 1 محدده جدول البطوله محدده تواريخ الماتشات محدده ميعاد النهائي بتاع البطوله هيكون امتى وهيكون فين اعتقد انها معادله يعني بسيطه جدا ومنطقيه اي حد بينظم مسابقه قادر يشوف الاجنده الدوليه وقادر يشوف ارتباطات الانديه وارتباطات المنتخبات ويحدد المواعيد المناسبه انه يلعب بطوله طبعا ده بالنسبه لنا هاري بوتر الجزء العادي يعني ده خيال علمي اللي انت بتتكلم فيها على حاجه بعيده عن خيالنا ان احنا بطوله قاريه بتتنظم في كل هذه الدول بحضور جماهيري وبتتكلم عن ميعاد بدايه ولحد الفاينل وكل حاجه مترتبه ده حاجه يعني احنا لحد دلوقتي مش عارفين الدوري المصري هيبقى استعرض المجموعات مجموعه مجموعه كده المجموعه الناريه طبعا المنتظره المجموعه الاولى مانشستر سيتي جوارديولا في مواجهه باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكمان ما بتقتصرش على الاثنين دول ده انت معاك قوه ما ينفعش ابدا تهملها وقيمه هتخبط في الاثنين الكبار دول اللي هو لايبزيج الالماني طبعا
لانه نادي اصبح يمتلك خبرات اوروبيه كبيره رغم فقدانه لبعض النجوم واخرهم سابيتسر اللي راح لاعب الوسط طبعا المتالق اللي راح بايرن ميونخ، لكن يبقى نادي كون خبراته معاهم كلوب بروش هيكون يعني غالبا حصلت المجموعه، بالتالي منافسه ثلاثيه هي منافسه قوية. ثنائيه لكن أيوه. لايبزيج هيكون هيديها قيمة متعه طب كل ملح وفلفل يعني على بكل المجموعه تأكيد. تمام جروب بي مجموعة مكررة لما نشوف ليفربول واتلتيكو مدريد زي السنة اللي فاتت. ايوه صحيح. اتلتيكو مدريد كنا لسه بنتكلم بيحسن فريقه بشكل كبير، بيدي لنفسه اوبشنز اكتر وخيارات هجومية بانطوان جريزمان بماتيوس كونها برودريجو دي بول في نص الملعب. ليفربول السنة دي شغالين تجديد لكل الناس اللي في الفريق، حتى امبارح طبخت الفريق تم التجديد ليها وجددوا لتمامة الفريق، مفيش حد الفريق مش بيجددوا له فاضل بس محمد صلاح طبعا. اي سي ميلان انا يعني حزين هو نزل في المجموعة دي، كان نفسي اشوفه بيستمر. بس خد بالك المجموعة دي كلهم ابطال، ما فيش مشكله يعني طبعا يعني بحكم التاريخ يعني مش بحكم طبعا انت اسم كبير قوي. ميلان بورتو 16 لقب ده. ميلان معاه 7، ليفربول معاه 6، بورتو يمكن معاه لقبين او 3 القاب. لا انت بتتكلم عن مجموعه يعني محترمه جدا. جروب سي يا دكتور وليد يعني معلش ممكن بس عشان ما نرجعش المجموعات تاني، انت قلت جروب اي مان سيتي وبي اس جي الاقرب، جروب بي مختلف ليفربول اتلتيكو مدريد. ليفربول اتلتيكو انت مدريد. ما انت لازم تشارك معانا برضو. لا انا النهارده باي، انا النهارده باي دكتور وليد. تهرب انا هقول لك مين اللي هيوصل في يعني اتوقع مين اللي هيكسب البطوله السنه دي. طيب ماشي انت عارف طبعا. طبعا انا من غير ما تقول. جروب سي يا دكتور وليد. جروب سي عندنا طبعا سبورتنج لشبونه البرتغالي، عندنا بروسيا دورتموند، عندنا اياكس، عندنا بشكتاش التركي. الحقيقه المجموعه طبعا ما فيهاش الاسم دلوقتي الباقي، اياكس قوه كلاسيكيه لكن دلوقتي يعني الاقرب بروسيا دورتموند وممكن دخل معاه اياكس. اياكس جروب دي مجموعه مكرره بالظبط السنه اللي فاتت، يمكن بس نادي الشرف ده مكان مونشن جلادباخ، والنادي الشرف ده بالمناسبه ليه قصه لذيذه ان هو اتعمل سنه 97 كسب 19 دوري 10 كاس وبقى له كذا سنه بيحاول يتاهل للتشامبيونز ليج ووصل طبعا هيبقى حصلت المجموعه، لكن يعني وجوده في حد ذاته شيء كويس. اعتقد طبعا ريال مدريد والانتر رغم كل التغييرات في انتر ميلان لكن هم الاقرب بشكل كبير يحسموا بطاقه التاهل. جروب اي جروب يعني سوء حظ برشلونه وقع الثاني قدام بايرن، هو سوء حظهم وحسن حظنا يعني احنا الماتشات من النوع ده بنقعد نستناها من السنه للسنه. الحاجات اللي ليها يعني خلفيات دي بتبقى ممتعه ومعاهم طبعا بنفيكا. ده اول ماتش بعد الثمانيه صح؟ اول ماتش بعد الثمانيه معاهم بنفيكا، وبنفيكا برضو قوه لا يستهان بيها وفريق عنده خبرات اوروبيه، ومعاهم كمان دينامو كييف، ودينامو كييف من الفرق اللي بتعرف تخبط في اوروبا بتجمع نقط خصوصا على ارضها، لكن يعني لو هنتوقع بايرن ميونخ او برشلونه ثاني. جروب اف مينا جروب اف برضو عندنا فاينل يوروبا ليج السنه اللي فاتت مانشستر يونايتد فياريال، جمهور مانشستر يونايتد مستني جدا يتفرج على الماتش ده، ومعاهم اتلانتا ويانج بويز. انا في رايي انه مانشستر يونايتد قطعا هيتاهل. المركز الثاني هيفضل ما بين اتلانتا اللي بحبه جدا تحت قياده جاسبريني، عامل فريق محترم جدا حتى اللي بيمشي يمكن على حساب فياريال. احسب فياريال اعتقد يوناي امري هينزل اليوروبا ليج ويروح يكسبها كالعاده زي كل سنه، ده شيء احنا تعودنا عليه. هو بس هو ملك هو الكينج بتاع اليوروبا ليج يعني. طيب جي دي بقى جاء وقعلنا من اليوروبا ليج المجموعه دي صحيح. للفرنسي سيفيا الاسباني، سالزبورج النمساوي، وفولفسبورج اللي كنا بنتكلم عنه من شويه الالماني. ده اصعب سؤال مين الاثنين اللي ممكن هيكون هجمين. هو يا رب الاربعه يخرجوا. لا انا اتوقع اشبيليه طبعا بادئ الليجا بشكل كويس جدا وغالبا هيبقى مع سالزبورج برضو كون خبرات كويسه. انا اروح مع ليل في المجموعه دي. مع ليل اروح مع ليل. ليل وسيبيا ولا ليل؟ مش ليل السنه اللي فاتت برضه حتى انا كنت خايف من فكره التفريغ، لكن هم قدروا يحافظوا على اغلب الاسامي ده شيء مهم. يمكن المدير الفني اللي مشي بس مع الحارس مايك ماينن، لكن قدروا يحافظوا على سبين بوتمان، جونسون ديفيد، ستيفن بامب، يعني كذا اسم مهم. فانا شايف ان طبعا معايا دكتور وليد سيفيا، ومعاهم يا اما فولفسبورج اللي برضه بصراحه بيدعموا بشكل كويس، او ليل في وجهه نظري يعني. جروب اتش اخيرا وسريعا جدا دكتور وليد. تشيلسي يوفنتوس مواجهه عظيمه جدا طبعًا. منتظره طبعا، وزين سان بطرسبرج ومالمو طبعا ما فيش خلاف، تشيلسي غالبا هيتصدر وخلفه يوفنتوس. كلمتكم عن صفقه انتقال رونالدو، وامبارح كنت بكلمكم على العقليه ازاي واحد في السن ده قادر يحافظ على نفسه وعلى مستواه. عايز اخدكم النهارده اللقطه اختم بيها الحلقه مع دكتور وليد ومع مينا، ازاي الاسم وقصه النجاح تبقى ملهمه انه يكون براند في النهايه. كريستيانو رونالدو النهارده بقى عنده استثمارات في كل حته في العالم، وبقى عنده سلسله فنادق موجوده في اشهر مدن العالم، في باريس هتلاقي، في مانهاتن، في نيويورك هتلاقي، دي جزء من سلسله فنادق سي ار 7، وده يعني انعكس على شيء. انا مش بكلم حضراتكم على شيء من الخيال العلمي، لكن ده ازاي الفكر وازاي انك انت تستثمر قصه نجاحك
بشكل كبير عشان تبقى سي ار 7 علامه تجاريه لوحده من اشهر الفنادق في العالم. طبعا يعني حاجه يعني هو دوله كيان اقتصادي متحرك يتغلب على دول كتير جدا جدا صحيح. جدا او على اقتصادياتها، وهو مكان ما بيروح بياخد بقى فلوسه معاه واقتصاده معاه وفروعه معاه، حاجه تجربه ملهمه وتجربه تدرس. دكتور وليد اسعدتنا وشرفتنا في السادسه. مينا ماجد بشكرك شكرا جزيلا، نورتونا، واللقاء ان شاء الله يتجدد معاك ونستمتع بيكم مره ثانيه. خلاص فاضل اسبوعين ونبتدي نخش في دوامه الشامبيونز ليج ونستمتع بكره أكتر من رائعة. بشكر حضراتكم على المتابعة، كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر النهاردة، نتمنى إن شاء الله بداية قوية. أنا عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة دي وشايف إن هم يقدروا يتجاوزوا أنجولا بسكور كبير كمان، ونتمنى إن شاء الله التوفيق من عند ربنا. بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل بإذن الله على كل خير في بداية أسبوع جاي.